It's another beautiful day in Paris. Look at that. That's Arc de Triomphe right behind us. And I'm out here with the sister and the friend and myself. And today we're going to take a stroll in the famous Champs-Élysées and show you some of the festivities out here during Christmas. Let's go. I don't know if I made up my mind about Paris just as a city. I always have mixed feelings, but I wanted to hear from Paris residents about how they like living in Paris. So just to put you in context, both of them were born and raised in Morocco and they are in Paris for school. So they go to school here. She's been here for 2 years and she's been here for a year. And okay, so let's start off with the negative side, things that you don't like about Paris. Well, first of all, racism. كاين بزاف دابا او ديبي فاش كنت جيت لباري كان خاصني ميدسان تريتون وانا قبل كنت كنقلب على ميدسان تريتون ما كنلقاش لي كنعيط لك يقول لي كومبلي 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 وصافي وانا واحد النهار شديت مرات شديت رونديفو عند الطبيب وانا نقول له واش ممكن تكون ميدسان تريتون ديالي قال لي لا وانا نقول له ايوا كيفاش غنلقى ميدسان تريتون اللي كنعيط له كيقول لي راه عامر بزاف وهو يقول لي Il m'a dit que c'est normal que ma tlqaych médecin traitant lahqach zama vous les africains wlitou jitou bzaf mara akhra fi boulangerie brit wahed kan fiha bacon w qelt liha la ma britch hadak son bacon brit lakhor w bdat katghout w bdat katnatr aliya w katlouh hadak rmatha fhal haka wla hsaad صافي بون كاين هكا البنات اللي كيكونوا دايرين الحجاب كيخلوا يمشي يدخلوا لي ريستو و ايفن هنايا مي با لو راسيزم حتى لو سيرفيس مثلا في الريستو كتبغي تمشي للريستو المعيشه غاليه بزاف سورتو ما عرفتش على كلشي ماشي غير على لي ستوديون الكرا غالي مثلا زعما الا جينا نكومباريو مع دوتغ فيل لي ستوديون اللي في لي زوتغ فيل مثلا غيكري ب 300 اورو غيكري ما كاين ابارت زوينه ياك À part du nom de chambre et tout, on a inscrit 600 euros minimum. Minimum 600 euros, même pas 15 mètres carrés. Au dollar. Au dollar. Pour les transports. Yalla, but what about the positives? كيف قال زينب كتخرجي زعما اون سيكوريتي كديري اللي بغيتي اي حاجه بغيتيها كديريها اون سيكوريتي زعما do you really feel safe in Paris? انا I feel safe. لي زوندخوا اللي كنمشي لهم I feel safe. اوكي. مثلا في اللي ما غاديش نشد لي ترونسبور انا غنمشي في اوبر وانجي في اوبر. مهم like you feel safe to some extent voilà فاش نسالي ان شاء الله ونشدو الدبلوم ديالنا نخدمو خدمه زوينه وداك الشيء like there are more opportunities voilà زعما الخدمه موجوده بصراحه غير اللي كيبقى يتشكى كيقول لك هي لو ديبو صعيب فاش كتكون زعما جون ديبلومي راه نيمبورط او كيكون صعيب انك تلقى خدمه مي هنايا في فرنسا زعما اليا زعما لي شانس اكثر من انك في المغرب تخدم و do you feel like There are equal opportunities. If you work hard enough, you have opportunities for you. Ah, إلا كنتي كومبيتون هنايا واخا تكون نوار واخا تكون عربي واخا تكون ما عرفت أشكون إلا كنتي كومبيتون في أي بلاصة ماشي غير فرنسا. أنا يلا كنعرف واحد لامي ديالي إلي كومبيتون إي تو حتى هو عنده مشكل ديال لاكارت سيجور ويلا تخدم أن بون سالير إي تو وسالات له لاكارت سيجور وقالوا له غنحبسوا الكونترا ديالك والخدمة شدات له محامي باش تخرج له لاكارت سيجور باش يخدم هذا جون ديبلومي يلا خد الدبلوم ديالو لحقاش إلي كومبيتو ومغربي بحال مثلا السيكوريتي الطبيب سيكوريتي سوسيال اي تو فابور بحال حنا دابا لي زيتوديون ما كنخلصو والو اي حاجة ايفن مثلا انا دابا مع درت ستاج اي تو ولات عندي واحد زعما واحد لوبسيون ان ايفن لي لونتي ديالي فابور نورمالمون لي لونتي ماشي فابور كلشي فابور دونتيست باغ كونتخ لي باغ لا ا غود هيلث كير سيستم بزاف حاجه اخرى مثلا الا كنتي شوماج كتخلص على الشوماج في فرنسا جو بونس با تموت بالجوع هي ما غاتعيش مزيان مي ما فهمتي ما غاتموتش بالجوع بحال مثلا ديور الا كنتي كاري وكان البرد وما كنتيش مخلص ما يخرجكش مول الدار من الدار في البرد ما تخرجش الصيف تخرج في البرد ما تخرجش صافي شنو عاود ثاني What about access to other European countries? Like by where you've lived in here, you have more opportunities. كتمشي عندك فيزا شنغن تمشي لأي بلاصة بغيتي. Even مثلا بحال إلا بغينا حنا مثلا دابا لي حنا مثلا بحال لا سيتياسيون ديالنا لي واخا مثلا باقا عندنا فيزا ايتيديون تبغي مثلا تمشي لدبي كتخرج لك فيزا في نهار لندن تخرج لك فيزا في 3 جوغ. قولي لزينب زينب شنو ثاني بوزيتيف؟ لاخا
دخلت على ستامين لوكال لا فيستا اوكي